لا يقتصر الإرهاب الحوثي على زعزعة أمن واستقرار اليمن، بل إن ممارساته تجاه النساء والأطفال تشكل أكبر انتهاك لحقوق الإنسان في المنطقة، فاليمنيات وأطفالهن يتعرضن لأبشع أنواع الانتهاكات الموثقة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. وعلى الرغم من التحذيرات التي تطلقها المنظمات اليمنية باستمرار، إلا أن المجتمع الدولي يقف مكتوف الأيدي تجاه أفظع الجرائم التي تتعرض لها المرأة اليمنية. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج The Capital، معي أنا مريم معلوف من واشنطن. يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة ضيوف ينضموا إلي من القاهرة. معي الأستاذ نبيل فاضل، رئيس منظمة مكافحة الاتجار بالبشر، وهو يعني لديه وثائق عديدة تتعلق بالنساء في سجون الحوثي. أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. أيضاً تنضم إلي في هذه الحلقة سونيا صالح، هي ناشطة حقوقية وناجية من سجون الحوثي وناطقة إعلامية باسم ناجيات من السجون. أهلاً بك أستاذة سونيا. وأيضاً تنضم إلي الأستاذة وفاء الدعيس، وهي مختطفة سابقة لدى الحوثي ورئيسة مؤسسة عون الحقوق والحريات. أهلاً وسهلاً بك. الله يسلمك. أبدأ معك أستاذ نبيل. يبدو أن النساء اليمنيات اللتين تجرأن على معارضة الحوثي أو حتى العمل في المجال العام صاروا أهداف أو صرنا أهدافا في حملة قمع متصاعدة ضدهم. ماذا لديك أن تخبرنا في هذا الشأن؟ طبعا هذه الجرائم لم تحدث من قبل في التاريخ اليمني، فقط منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وتحديدا بعد مقتل واستشهاد الزعيم علي عبد الله صالح، بدأ الحوثيين بكمع النساء واعتقالهن وإخفائهن في سجون سرية. نحن في المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر تلقينا عدد من البلاغات في العاصمة صنعاء عن اختفاء عدد من الفتيات في سجون الحوثيين، عن اختفائهن بشكل عام في صنعاء، وتم قيد تلك البلاغات وتوثيق البلاغات وبداية البحث عنهن. ومن خلال البحث تأكدنا وجودهن في البحث الجنائي بعضهن، والبعض الآخر في سجون سرية كان يديرها المدعو سلطان زابن. أوكي. أستاذ نبيل، سؤالي هنا، لماذا هناك أعضاء في الحكومة اليمنية يغطوا هذا الانتهاك لحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة والأطفال؟ يعني لماذا الحكومة لا تعترف بوجود هذه السجون السرية؟ كما ذكرت سابقا، أننا منذ كشفنا انتهاكات الحوثيين المتعلقة بالنساء وقبل أن نكشفها إعلاميا، اتجهنا إلى مكتب النائب العام وإلى مكتب وزير الداخلية وإلى عدد من القيادات الحوثية من سلطة الأمر الواقع في صنعاء، وأبلغناهم عن وجود نساء في سجون حوثية في سجون سرية، وأبلغناهم أن ذلك يعد مخالفا للقوانين والأعراف والمبادئ والاتفاقات، وطلبنا منهم أن يحققوا في ذلك الموضوع، وظلوا يماطلون مرارا ما اضطرنا الى كشفها للاعلام وايصالها للمجتمع الدولي وايصالها لمركز الخبراء ومركز الانتهاكات الدوليه. وتمكنا من توثيق عدد من تلك القضايا وتقديم الادله والوثائق والإثباتات التي استطعنا الحصول عليها من داخل أرشيف الحوثيين. نعرض اليوم وثيقة، والآن على الشاشة مخرجنا يعرض وثيقة بتقول أو بتحكي عن اعتراف من داخل أرشيف الحوثيين أنه هناك سجون سرية للنساء. طيب، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في هذا الشأن؟ طبعا الوثائق الذي تم استخراجها من أرشيف الحوثيين لتأكد قيام الحوثيين باعتقال النساء تم تقديمها للمجتمع الدولي، وعلى ضوءها وعلى ضوء عدد من الجلوس مع عدد من الناجيات في سجون الحوثيين أصدرت عدد من القرارات التي تدين الحوثيين بقيامهم باعتقال النساء وإخفائهم في سجون سرية. الحوثيين ظلوا يكابرون وظلوا يتحدون وأنكروا كل ذلك، ورغم تقديمنا للأدلة والإثباتات قاموا بإعداد فيلم اسمه خطوط حمراء وأعطوا بعض الاعترافات، وكان ذلك الفيلم بمثابة أدلة إضافية على قيام الحوثيين باعتقال النساء، لأن الفيلم ذلك كان يتكلم عن وجود معتقل للنساء في البحث الجنائي، وهو ما هو ليس موجود ويحرمه ويجرمه القانون. فذلك الرد حقهم كان دليل إضافي على وجود سجون سري تابع لهم.
قبل ما احكي مع ضيوف الاخرين بدي اسالك، هل هناك تورط للجانب الايراني ام هناك يعني كل هذه القضايا تقتصر فقط على ادانه الحوثيين بمعزل عن ايران والتدخل الايراني؟ لا شك ان ما يقوم به الحوثيين ليسوا سوى ادوات وينفذون اجندات وتعليمات، وحتى من يدير لهم الوضع في الداخل هم خبراء ايرانيون، وما قاموا به تحت مسمى الحرب الناعمه هو اسلوب للقمع وضبط النساء وتكميم افواههن بتوجيهات مؤكده من الجانب الايراني. نعم أستاذة سونيا، يعني معظم النساء اللي تم اعتقالهم دايما بيحكوا عن لما بيطلعوا بيرووا وهم سابقات في سجون الحوثي، بيرووا انه هناك تعرض من تعذيب واغتصاب ببعض الأحيان. هل لنا أن نعرف عن تجربتك الخاصة ماذا حصل معك، ظروف الاعتقال، ظروف خروجك من السجن، وين رحت؟ إذا فينا ناخذ يعني مختصر عن الحالة التي تعرضت له. نعم، أنا لا أقول إني اعتقلت ولكن اختطفت. أنا تم اختطافي من محطة 14 أكتوبر الساعة 4:30 عصرا يوم الأربعاء الموافق 6/3/2019 ميلادي. اختطفوني الحوثيين طبعا عن طريق الأمن القومي التابع للحوثيين، وتم نقلي إلى مكتب الوكيل لمدة 10 أيام تحت التحقيق. بعد ال10 أيام أخذوني يوم بعد الفجر وأخرجوني خارج صنعاء، المسافة كانت مسافة ساعة إلا ربع، في بدروم تحت الأرض. البدروم هذا مقسم غرف صغيرة، كل غرفة متر في متر ونص تقريبا، يتم إيداع كل ضحية في واحدة من هؤلاء الغرف. طبعا هذه الغرف مخصصة للتعذيب. شو أولا سبب الاعتقال؟ على أي سبب أساس؟ الاعتقال؟ أو نعم، اختطافك؟ كان عندي حسابات عبر السوشيال ميديا. أنا طبعا رئيسة منظمة رغم الصعاب في صنعاء، قدمت أعمال خيرية كثيرة. كان عندي أيضا حسابات عبر السوشيال ميديا. أنت قلت الوضع كان في وقتها ارتفاع الرواتب في ظل ارتفاع الإيجارات في ظل انعدام الرواتب. أنت نعم قلت أيضا عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المستحقين من الناس الفقراء. هذا كان سبب اعتقالي ونشاطي عبر السوشيال ميديا. هذه التهم اللي وجهت لإلك أيضا، ولا هناك تهم أخرى وأجبروك على الاعتراف؟ لا، هذه التهمة الحقيقية، هذه أنا أعتبرها تهمتي الحقيقية، ولكن التهم الذي رصدها لي الحوثيين وألصقوها لي هي تهمة إعانة عدوان، إرهاب دولة، المجمل إرهاب دولة، إعانة عدو، خيانة عظمى، تخابر. هذه التهم التي أصبحت الآن معروفة ومشهورة عند الحوثيين لكل من ينتقد الحوثيين أو يخالفهم. طيب من هو العدو هنا؟ يعني إذا المقصود هي الدول العربية اللي هي السعودية والإمارات، اليمن هو عضو كمان في مجلس التعاون، واليمن دولة عربية، يعني كيف تعامل مع عدو؟ كي على أي أساس هم يبنوا هذه المعادلة أو المعادلة المغلوطة؟ طبعا هذه المعادله هي مغلوطه جدا. هم الان يعتبروا ان السعوديه عدوتهم، وطالما السعوديه بينها خلافات سياسيه مع ايران فهم جناح ايران في اليمن، فاكيد ان السعوديه بتكون عدوتهم والامارات عدوتهم، حتى وان كانت دول صديقه ودول جاره ايضا ودول عربيه واسلاميه، هم يعتبرونها عدوتهم طبعا. طيب أستاذة وفاء دعيس، هل لك أن تعرفينا عن الحالة؟ يعني what was the case، ما هو الموقف الذي تعرضت له وظروف اعتقالك أو خطفك؟ تفضل. طبعا بالنسبة لي أنا يعني أعمل في حزب المؤتمر الشعبي العام مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، هو أشغل منصب رفيع في الحزب. وبعد استشهاد الزعيم في 2/4 ديسمبر، طبعا هذا الشيء أزعجنا وما يمكن أبدا القبول به، ونظمنا مسيرات مناهضة للحوثي مع كثير من النساء الناشطات أو الشباب. فيعني خرجنا بمطالبة بجثمان الزعيم، خرجنا بالمطالبة بعودة الرواتب، خرجنا مطالبة بحرية الرأي، وطبعا قمعت كل تلك المسيرات والمظاهرات الذي خرجنا النساء، وأنا كنت واحدة من النساء الذي ظاهرنا ضد فعل الحوثي. وطبعا
سبب اعتقالي هو اعتقلت مع مجموعة كبيرة من النساء وأيضا الشباب. تعودنا كنا ظرف الاعتقال كان في مسيرة سميناها مسيرة الورود. نعم مسيرة الورود هذه تعودنا إنه في كل سنة بعيد ميلاد الزعيم رحمة الله عليه نقيم له عيد ميلاد ونحتفل معاه سويا. نعم فصادف فأتى يوم 21 كان هو عيد ميلاد الزعيم، فقلنا هذا العام نحتفل يمر الذكرى والزعيم مش بيننا، فإيش الاحتفال الذي ممكن نعمله؟ قلنا نروح مجموعة ونقرأ الفاتحة ونقدم ورود للبيت لسور البيت تبعه. فنظمنا الفعالية تلك لهناك وتفاجأنا انه يعني قامت الدولة بكلها، يعني طبعا الدولة نقول سلاح الدولة ولا ملحوثين، هم ميليشيا انقلابية انقلبت على الحكم تمام. وانقلبت على الشرعية. يعني أصلاً أفهم يعني منك كان في أخت وفاء، أفهم منك أنه تنظيم وقيادة احتجاجات أو الدخول في منظمات دولية يعتبر ذلك تهديدا بالنسبة للحوثي؟ الوردة الذي رفعناها كانت عندهم مشكلة إن الوردة هذه أكبر من البازوكا وأكبر من المدفع وأكبر من الدبابة. الوردة كانت تهمتنا فقط إنه بيدنا وردة ونقرأ الفاتحة فقط، ما فيش معنا شيء. طبعا أي المسيرة انقمعوا المسيرة كلها وما عرفناش إنه النساء ده يدخلن السجن إلا بعد استشهاد الزعيم. وكان طبعا أنت عارفة كنا من قبل 2 ديسمبر المرأة اليمنية وصلت إلى أعلى المراتب، وكان عندنا حرية رأي وحرية فكر، وكان عندنا أحزاب وتظاهرات واعتصامات من 2011. طيب. وللأسف إنه الديمقراطية الزائدة الذي كانت في اليمن إلى إنه خرجوا 2011. طبعا الدول النامية مثل ما تعرفي إن الدول النامية إذا كان تجيب إلى الديمقراطية كبيرة لا تحسن هذه مش التصرف. ديمقراطية باليمن اليوم، هذه فوضى. هل صحيح أنه اعتقال النساء أو الإساءة لهم هو أمر بترفض التقاليد اليمنية والعادات اليمنية والقبائل اليمنية؟ يعني هذه محرمات؟ بشكل كبير جدا، اكثر من ما تتوقع. يمكن احنا اكثر الدول العربيه الذي اذا اعتقلت حتى المراه، اذا اعتقلت المراه لاي سبب من الاسباب انه اهلها يتبرعوا عنها، ممكن يقتلوا، يمكن. اما لو تعرضت المراه للاغتصاب فلا يمحو الاغتصاب، ولا يمكن ابدا حتى ان كثير من النساء تعرضن لهذا الفعل، لكن لا يمكن ابدا انها يصرحن ويقولن انها المغتصبات، لانه مصيرها الموت مش بيد الحوثيين. مثلا لو قلنا قد تجاوز الموضوع وراح بايد اهلهن، فالمراه عندنا معززه مكرمه، لا يمكن ابدا حتى بالنقاط الذي فيها تفتيش. اذا وجدت سياره فيها امراه من قبل ايام حكم علي عبد الله صالح كانت تمشي السياره لو فيها حتى متفجره، اكراما للمراه وتقديرا لوجوده. لكن للاسف لما حصل بعد استشهاد الزعيم، طبعا لم تواجه، يعني نقول ان المراه كانت هي الاولى الذي واجهت الحوثي بكل، واجهت وخرجت للشارع، لم يخرج الرجال ولكن خرجت المراه اليمنيه وفعلا اذاقتهم، يعني تمردت على هذا الواقع. بالضبط. ولذلك هم ركزوا تركيز كبير على انه يقمعوا المراه بشكل كبير جدا، ووصل اعداد النساء الى اعداد مهوله كبيرة. جدا. وللاسف انه ايضا الاسر متكتمه، حتى كثير من النساء في السجون ومختطفات ما يصرحوش الاهل خوفا من العار. عندنا هذا هو السؤال اللي مجتمع بدي، نعم قبلي متزمت. محافظ، هذا السؤال أوجهه للأستاذ نبيل فاضل. كيف استطعتم كسر حاجز الخوف لدى النساء المعتقلات لما خرجوا؟ يمكن الكثير منهم ما حكيوا عن حالاتهم، حالات التعذيب والاغتصاب وغيره. كيف قدرتوا أنه توثقوا هذا الموضوع وتخلوا هذه النساء يكون عندها ثقة وتكسر هذا حاجز الخوف وتتكلم عن اللي حصل معهم؟ طبعا كما ذكرت لك اننا تلقينا عدد من البلاغات وتابعنا بعد البلاغات وكشفنا وجودهم في سجون سري للبحث الجنائي، وتمكنا من اخراج العديد منهم. وبعد خروجهم طلبت مني اسرهن عدم الافصاح عن ذلك مطلقا. ولذلك كان اصدارنا لبيان بالارقام هو المرحله الاولى الذي استطعنا فيه ان نكشف ما يقوم به الحوثيين. فيما بعد ظهرت بعض من الناجيات من سجون الحوثيين، وهو بشكل نادر كالاخت سونيا صالح، كان لديها شجاعه كامله في ان تواجه مجتمعها وتواجه اسرتها وتواجه العالم كله وتكشف ما حدث لها.
فهناك كثير الان من اصوات النساء التي بدات تظهر وتكسر حاجز الخوف، ولكن للاسف الشديد في كل مره يكابر الحوثيين ويستمرون في الاعتقالات، ولا زال الاعتقال مستمر حتى اليوم رغم طيب. القرارات الدوليه ورغم اصدار قرار من وزاره الخزانه الامريكيه بفرض عقوبات مشدده على عدد من معتقلي النساء، لكنهم لا زالوا يكابرون ولا زالوا يسجنون، لانهم يجدون ان الشعب اليمني سيلتف حول المراه وان خروج المراه ربما سيسقطهم، فلذلك هم يقومون باعتقال النساء وتلفيق التهم المخله بالاداب العامه في المجتمع محاوله اليمني. الاسكات. نعم أستاذ نبيل، وفقا لمنظمات حقوقية عديدة بيقول أنه التقديرات حول احتجاز ما بين 200 ل 350 سيدة بصنعاء وحدها. هل هناك من تحديث لتلك الإحصائيات؟ الإحصائيات مستمرة في الارتفاع بشكل يومي، تجاوز العدد 1000 من المعتقلات في السجون الحوثيين. عندما كشفنا أول مرة عن اعتقال الحوثيين للنساء وعندما تحولت إلى قضية رأي عام، أحالوا مرة واحدة 400 امرأة من السجون السرية إلى السجن المركزي نعم دفعة واحدة، وفتحوا المجال لاعتقال العديد منهم في السجون السرية، ولا زالوا مستمرين بهذا الشكل. حتى الذي احالهم الى السجن المركزي غيروا الحراسات اللي كانت في السجن المركزي ووضعوا بعض الزينبيات وعاملوهم كنفس المعامله التي كانت تحدث في السجون السريه، كان هناك منع الزيارات وهناك استغلال حتى داخل السجن نفسه. طيب أستاذة سونيا، يقول المراقبون أن حملة الترهيب ضد النساء كانت أشرس في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين. فيك تحكي لنا عن الوضع الجغرافي لسيطرة الحوثيين وكيف معاناة النساء في تلك المناطق؟ نعم، بالنسبة لسيطرة الحوثيين أو المنطقة الجغرافية التي تحت سيطرة الحوثيين هي أكبر المدن اليمنية من حيث الكثافة السكانية، مثل صنعاء وإب ودمار وأيضا الحديدة، أيضا حجة، يعني كثير من المدن هي الأكثر ثقافة، يعني الأكثر كثافة سكانية طبعا من حيث عدد تعداد السكان. الحوثيين مارسوا الترهيب للنساء بشكل كبير جدا، لأنه أول من واجه الحوثيين كان النساء. النساء خرجوا لمواجهة الحوثيين وتمردوا على العادات وعلى التقاليد، تمردوا على كل شيء عندما رأوا أن الرجال صمتوا، فكان أول من واجه الحوثيين هم النساء. الحوثي لأنه سياسته هشة وضعيف جدا، وعارف أنه عبارة عن جماعة إرهابية انقلبت على الدولة، كان خايف من أي شرارة انتفاضة، خاف حتى من انتفاضة النساء، لأنه خاف عندما تنتفض النساء ضده ويسمح لهن بدون أن يجمع هنا الحوثيين، فهو خاف إنه المجتمع والرجال والكل يعني يلتفوا حول هذه المسيرات ويلتفوا حول هذا الخروج للنساء. فكان طبعا قراراته أول ما خرجت النساء تم جمعهن، سواء منذ أن تم قتل الشهيد علي عبد الله صالح، ومن ثم في أربعينياته عندما خرج مجموعة من النساء أيضا للمطالبة بجثة الزعيم وأيضا من أجل الراتب. في ثورة الجيع أيضا تم جمع المرأة بشكل كبير جدا، وتم أخذ الكثير من النساء وإيداعهم في السجون السرية، وقاموا بتلفيق التهم المخلة بالآداب. لماذا التهم المخلة بالآداب؟ لكي يستطيعون كسر القبيلة بهذه التهم. هل هذا الإذلال، إذلال بالاغتصاب ومزاعم ممارسة الدعارة وأحيانا التخابر الدولي وأيضا يمكن كمان المخدرات، تهم هذا، من يعني من يقوم بالتحقيق؟ يعني أنت كحق، أنت بوضعك، أنت من قام بالتحقيق معك؟ فيك تعطينا تفاصيل أكثر؟ أنا تم التحقيق معي من قبل مجموعة من المحققين. أولا في مكتب الوكيل كان هناك أكثر من 8 محققين، 4 في فترة أولى وبعدين 4 في الفترة الثانية، كان التحقيق مستمر. ولما تم نقلي للسجون السرية كان التحقيق من قبل أشخاص آخرين تماما، لأن أنا استطعت أن أميز من خلال الصوت. فطوال فترة التحقيق وأنا في السجون السرية كان يتم التحقيق بعيوني مربوطين، وأنا أيضا على يدي الكلبشات. تم تعذيبي أيضا في السجون السرية الذي خارج الأمن القومي أو جهاز الأمن القومي الواقع في صنعاء القديمة في شعوب أمام جامعة البكيرية. التعذيب كان في السجون السرية الانفرادية في البدرومات طبعا لمدة 4 شهور، ومن ثم تحويلي إلى السجن المركزي لأقبع هناك 8 شهور أخرى، كان مجموع طبعا اعتقالي سنة كاملة، وحتى تم إخراجي بالضمانة، وبعد أن تم إثبات تم عرضي على الطبيب الشرعي وعلى مكتب النائب العام، وتم الإقرار بحالتي الصحية.
هل بأني اختطفت أظل التعذيب. أجبروكي على الاعتراف بأشياء ما عملتيها وحصلوا نعم على تسجيلات منك؟ نعم تفضلي. نعم 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 أجبروني على الاعتراف. أنا في الفترة الأخيرة كان عندما خلعوا ظفري وبعد أن سلخوا لي جلدي في هذه الفترة كانت 4 شهور لم أستطيع أن أتحمل، اعترفت. كان هناك ملفات جاهزة، أنا وقعت على اعترافات أنا ما عملت فيها أي يعني اعترافات، أنا بريئة منها براءة الذئب من دم يوسف. كنت عارفة أنهم بيلفوا حول رقبتي حبل المشنقة، ولكني مضطرة إلى أن أوقع، لأن الحياة الموت أصبح راحة، يعني راحة. وأمنيتي في وقتها من كثر التعذيب أنا تمنيت الموت، لذلك وقعت وجابوا كاميرا وصوروني وأنا أعترف، وأنا معذبة، وأنا معذبة إني أعترف إني ارتكبت تلك الجرائم كلها، وحطوا لي حتى ورقة أمامي خلف الكاميرا، وكل ما كنت أغلط أو أرتعش أو كذا يوقف التصوير ويعيدوا لي من جديد، يمكن 10 أو 20 مرة وهم يصوروني عدة مرات وعدة فيديوهات سووا لي. طبعا هل هذه الفيديوهات تم استخدامها للابتزاز بمكان ما؟ لا، لحد الآن الفيديوهات لم تظهر، ما زالت مع الحوثيين. هذه الفيديوهات هي اعترافات لي، وقضيتي ما زالت في النيابة الجزائرية المتخصصة في قسمة في شعبة القلم. لم أتحول للمحاكمة بعد، أو لم تتحول للمحكمة بعد قضيتي. أنا خرجت طبعا بالضمانة وقمت بتوكيل المحامي عبد الغني الخزان للترافع عني في حالة تم تحويل الملف حقي للمحاكمة. أستاذة وفاء، هل كنت بنفس السجن اللي سجنت فيها سونيا؟ وماذا عن تفاصيل الاعترافات؟ وهل إذا عم تسمعي هلأ حالة سونيا، هل هناك تشابه بعض التفاصيل؟ لا لا، بالنسبة لي أنا كنت في مسيرة الورود، وكان بالبداية يعني لسه في 21، بعد 21 مارس، بعد يعني بعد ديسمبر، بعد استشهاد الزعيم، كان ما مرت إلا 3 إلى 4 أشهر هكذا تقريبا. فكان لسه الحوثيين يعني ما وصلوش إلى هذا المواصل إنه يعتقلوا النساء، لا 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 لا، يعتقلوهن بشكل أكبر ويعذبوهن بشكل أكبر، لأن المؤتمر ووجود الزعيم كان يمثل عقبة أمامهم من إنه يعملوا هذا الشيء، يعني يمارسوا هذا السوء بحق النساء. فلا، إحنا طبعا لما رحنا بمسيرة الورود إحنا بيوم وحصل، والمؤتمر كان ما زال يعني عد له قوة، وهم ما جاءوا، يعني هم دائما يعني مشوا باحتلال اليمن على حبة حبة، شوية 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 شوية، ما احتلوش وسيطروا على كل السيطرة، لأن المؤتمر الشعبي العام كان واقف أمامهم، كان وجود الزعيم هيدا أي يمثل عام؟ لهم أي سنة عقبة. بالتحديد؟ متى؟ أي سنة؟ عن أي فترة؟ بناء 2018، 2018 مارس 2018، وبعدين كنا عدد كبير، كنا تقريبا حوالي 50 او 45 امرأة، وعدد ايضا اكبر من الرجال في قسم شرطة واحد، يعني ما رحناش السجن. طبعا كانت بالبداية والناس ضجوا وانهم اخذونا من جنب بيت الزعيم، قد كان في اعلام وكان في ايضا من الامم المتحدة او حاجة هكذا، الاتحاد الاوروبي. طبعا الاستاذه فايقه السيده هذه وزيره في الشؤون الاجتماعيه وامين عام مساعد في المؤتمر الشعبي العام. احنا نظمنا طبعا، هي احنا نظمنا عبرها الفعاليه هذه، وكانت معنا طبعا بالفعاليه، لكن هي يعني مرضت وتعبت وراحت المستشفى، فكان عليها اني انا وجهتني اني اخذ المجموعه من البنات واروح. لكن الزينبيات طبعا هذا النساء حوثيات، يسموهن بزينبيات، عسكر حوثيات دربوهن على انه يعتقلن النساء، فاعتقلونا من جنب. هل من ضمن إجراءات الاعتقال أو الأشياء اللي بيطلبوها منكم، هل بيطلبوا منكم أمور محددة، أو يمكن بيحاولوا يقنعوكم بدين معين بما يعني نشر ايه التفكير؟ طبعا نعم. اقول لك ايش الموضوع. طبعا هم مشوا على حبه حبه، فلما اعتقلنا طبعا ما ادوا زينبيات حقهم للقسم هذاك، ويحاضريننا انه انت عملت غلط وانه كذا، واحنا مدري ايش، والمفروض انه نطبع الحياه، والمفروض انه تكون كذا، وهذا يخدم العدوان. احنا في طبعا عندهم حاجه اسمه دورات ثقافيه. الدورات الثقافية هذه لما يشوفوا أنه
الواحد مش مقتنع بما هم يطرحوا من أفكار ومعتقدات دينية، فيجبروهم على أنه يدخلوا الدورات الثقافية. لما كنا احنا في سجن القسم الشرطة هذا، طبعا دخلوا لنا مجموعة من الزينبيات يحاضرنا في المعتقد الديني تبعهم، يعني أنه يعني معتقد كله مغلوط، في الدين كله مغلوط، هل كله هم غلط يعتبروا يعني من خلال الإرساليات اللي بتسمعيها أو التبشير تبعهم أنه السني كافر والمسيحي كافر؟ هل هيدا هو الاعتقاد عندهم؟ ايه طبعا 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 كافر، ولا بد انه يتوب وانه يدخل المعتقد حقهم، وانه المعتقد حقهم كله منافق تماما عن ما عشناه في ديننا الاسلامي. يعني كله غلط في غلط، كله غلط في غلط، ويجبرونا على انه نقول هذا الكلام، يعني مثلا نسب الصحابه ونساء الرسول وكذا، وانه ما نؤمن الا بعليهم، وإنه كل ما جاء حتى يحرفوا الآية القرآنية على مزاجهم، يعني مسخ للدين تماما، مسخ للدين. وهذا طبعا مرفوض مرفوض، لكن إنهم اللي يمارسوا، شوف الآن دخلوا بالمناهج الدراسية، دخلوا بالمناهج الدراسية وبيأثروا على طلابنا الصغار، وهذا الخطر كبير. هل بيطلبوا أيضا يعني سب السيدة عائشة بالتحديد؟ بالضبط، انها زانيه، وانه انها يعني غير امينه، وانها يعني ما كانتش بهذاك الشكل المستقيم، وانه ويسبوا عمار ويسبوا، ايوه، ولكن يمجدوا بس علي بن ابي طالب. طيب وفاطمة. أستاذ، نعم، أستاذ نبيل فاضل، أنتقل إليك. نقلت صحيفة الاندبندنت عن منظمة سام للحقوق والحريات بتقول كانوا الحوثيين أو مسؤولي الأمن الحوثيين يجبرون النساء على شرب الخمر وممارسة الجنس معهم، وعندما سئل أحد المسؤولين أنه ليش بتوجهوا اتهامات الدعارة، قال لا بأس طالما كان في خدمة الوطن. طبعاً الحوثيين عندما اعتقلوا النساء واخفوهن فترة طويلة وصلت إلى سنة وسنتين، تم تشكيلهم بالطريقة التي يريدونها. كانوا يعتبرون أن استغلالهم في مجال الجنس يعتبر تطهير من ذنب كان فيه، باعتبار كانوا موجودات في نظام قبل ما يحضروهم. فهم استغلوا النساء في السجون في جنسيا، وجندوهن وشكلوهن وصوروهن بأشكال مختلفة، وأخذوا منهن اعترافات غير صحيحة، وأخذوا منهن التزامات. والآن لو جينا نتكلم عن عدد السجينات، فهن في الآلاف الذي قد تم الإفراج عنهن وتم تجنيدهن، ويعملن لصالحهم جبرا، لأنه بعد أن تعتقل المرأة أكثر من 6 أشهر سنة وأهلها غير قادرين أن يعملوا لها شيء، تضطر أنها تتشكل بالطريقة التي شكلوها هم. والآن حتى في الزينبيات من النساء الخارجات من السجون التابعة لهم. التقارير بتقول أنه لم يفرق الحوثيون بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 و55 عاماً، يعني وحتى الأطفال بجندوهم للقتال. ماذا هو الوضع؟ يعني كيف تشرح لنا هذا الوضع؟ طبعا كما ذكرت انا وذكرين السابقات، يعني هي المراه اليمنيه لو سمح لها ان تتحرك كان سيلتف حولها المجتمع اليمني كامل. ولذلك بتوجيهات بن عبد الملك الحوثي شخصيا اطلق مصطلح الحرب الناعمه، فقام القبض على النساء في كل المجالات، حتى في عيد الحب عندما تلبس المراه احمر، هم يريدون اسكات النساء، يريدون منع النساء من التحرك، يريدون ايقاف، حتى يعني كانوا يتوقعون انه ربما اختلاط النساء سيؤدي الى تجمهرهن، فمنعوا الاختلاطات، منعوا اشياء كثيره جدا. فيما يتعلق بالاطفال، الجيل القادم ليسوا مجندين فحسب، بل انتحاريين، لانهم غسلوا ادمغتهم بافكار انتحاريه، غسلوا ادمغتهم بان خروجهم لمواجهه اي شخص يعتبر عدو للحوثي سيدخل الجنة. فهم الأطفال هؤلاء لا يريدون أن يقاتلون فقط، يريدون أن يموتون ليدخلوا الجنة. طيب نحن قادمون على جيل ملايين من الأطفال
تم تغيير المناهج، تم السيطرة عليهم، تم تقليل عدد المقاتلين في الجبهات يتجاوز النص. أستاذ نبيل، شاهدنا إعدامات علنية لمدنيين يقوم فيها الحوثيون بشكل علني، ما الفرق بينه وبين داعش؟ يعني هذا الأسلوب ومن خلال كلامك لا فرق بينه وبين داعش، قديش أثرت يعني أثر الموقف الأمريكي وتراجع الولايات المتحدة عن تصنيف هذه المنظمة كمنظمة إرهابية أجنبية؟ تقريبا عندما بدات الاعلان عن تصنيفهم كمنظمه ارهابيه، كانوا بداوا يتحركوا في التوقف عن ممارساتهم الارهابيه هذا، لكن بعد ان اخذوا من هذه القائمه عادوا وبقوه، وكانهم يعتقدون ان الولايات الامريكيه المتحده الامريكيه تدعمهم. الاعدامات التي حدثت في التحرير والسيناريوهات اللي الطفل الذي حتى في القانون اليمني في القوانين العالم كلها يحرم إعدام الطفل هذا، ويعتبر قتل وليس 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 إعدام. في ظل صمت من المجتمع الدولي، المحاكمات التي حدثت غير صحيحة على الإطلاق، كانوا يوهموا الأشخاص أنه سيتم الإفراج عنهم، وفي ليلة وضحاها أخرجوهم إلى الميدان وأعدموهم دون أن يتركوا عنهم أي وثائق. هم عادة لديهم تهم جاهزة، مخدرات، تآمر، خيانة، فهم يجربوا التهم، أي واحد يلفقوا له هذه التهم ويصدروا أحكامهم عليه. قبل أكثر من شهرين هناك واحد يدعى الحيفي صادروا البيت حقه وقالوا أنه عميل لإسرائيل، وأن لديهم إثباتات أنه كان مرتبط بالموساد الإسرائيلي، يعني ولما أثير في الموضوع الإعلامي نفرجوا عنه. يعني هم عم يستخدموا القضاء، جسم القضاء، الشرطة، يعني هن سيطر على كل مرافق البلد لتحقيق أجندة إيرانية. في تقرير في الصحافة الأجنبية بيقول الحوثيون يستنسخون تجربة الحرس الثوري في تعذيب النساء. قديش صاروا مسيطرين على الوضع، وكيف يمكن اقتلاع هذه الجرثومة وهذا السرطان في الحياة السياسية والاجتماعية اليمنية؟ أنا أعتقد وربما أجزم أن الحوثيين يتلقون الدعم خارجي، وإلا لما استمروا بهذا الشكل. اليمنيون في صنعاء يتوقون للحرية، الشعب اليمني على وشك الانفجار، ويرفض الحوثيين بشكل عام. لا نعرف من هو الأيادي الخلفية التي تدعمهم للاستمرار، وأكبر الأيادي اللي تدعمهم هي من تفتت الجانب المقاوم للحوثي. كما تلاحظين الآن أصبح الإصلاح والمؤتمر والانتقالي يتقاتلون فيما بينهم البين لكي يفسحوا المجال للحوثيين، كما أفسحوا المجال سابقا. كان الحوثي يوهم الناس سابقا أن عدوهم الإصلاح، ومن ثم أوهم الآخرين أن عدوهم قيادة المؤتمر، ومن بعدها أوهم ولا زال مستمر بهذا الإيهام، لكن بدعم خارجي، لأنه لو توحدت الأطراف المناهضة للحوثيين لن يستمر أكثر من شهر، وسيعود إلى أبعد المرة. أنتقل إلى أستاذة سونيا، هل لك أن تعطينا فكرة حول كيف يمكن التخلص؟ يعني هن منظمات حقوق الإنسان الأجنبية ما توقف أمام انتهاكات الحوثي، كيف يمكن أن توصلوا أصواتكم، أن توصلوا معاناتكم، أن توصلوا يعني صوت الشعب اليمني بأكمله، ليس فقط نساء إنما بكل شرائح المجتمع، لكي تحل هذه المشكلة وتتخلصوا من هذا الإرهاب اللي واقع على رؤوسكم في اليمن؟ طبعا كان المفروض انها وزاره حقوق الانسان وعن طريق حكومه الشرعيه يتم ايصال اصواتنا الى المجتمع الدولي والى المجتمع الخارجي. هذا كان المفروض عمل وزاره حقوق الانسان، وزاره الاعلام، يعني هذا عمل الشرعيه بشكل عام، حتى الدبلوماسيه التابعه للشرعيه والتابعه للحكومه، ولكن للاسف احنا خذلنا تماما من المنظمات، سواء كانت منظمات حقوقية محلية أو دولية، أو وأيضا خذلنا من الشرعية، من حكومة الشرعية، لأنهم لم يقوموا بواجبهم بالشكل المطلوب. لم تقوم وزارة حقوق الإنسان بواجبها نحونا بالشكل المطلوب. أنا عن نفسي أتكلم، بس عن نفسي، طلبت من وزير حقوق الإنسان برنامج عمل
وطلبت منا أن يقوم بدعمنا وتقديمنا للمنظمات الدولية عن طريق وزارة حقوق الإنسان التابعة للشرعية. أيضا نستطيع عبرهم إيصال أصواتنا للعالم الخارجي، للأمم المتحدة، حتى المجلس الأمن الدولي، ونحن كنا على استعداد كامل ولدينا طاقة للعمل في هذه القضية، لأنها قضية خطيرة جدا، ونحن نماذج الانتهاكات تصيب كل يعني أكثر من 1000 امرأة، وتصيب المرأة كل يوم كل يوم. وآخر المستجدات ما حدث قبل 4 أيام في يوم إعدامات الإخوان أصحاب تهامة الذي تم إعدامهم بشكل خارج عن الإنسانية وخارج عن القانون. أيضا تم اعتقال أكثر من 11 إلى 13 امرأة بدون تهم، بتهم اشتباه فقط، وما زالين الآن في السجون السرية. فهذه هي القضية، نحن نعتبرها قضية مهمة جدا، قضية إنسانية، ونعتبرها أيضا شيء على عاتقنا نستطيع أن نقدمه، ونحن على استعداد لتقديمه للمجتمع الدولي وتقديم ما يحدث للمجتمع الدولي وللمنظمة الدولية والعالمية ولحتى مجلس الأمن الدولي. ولكن خذلتنا الحكومة طبعا، بالإضافة إلى المنظمات لم يعملوا لنا أي شيء أو أي برنامج سوى التوثيق فقط، توثيق فقط، حتى برنامج حماية لا يوجد لدينا، برنامج عمل لا يوجد لدينا، كل هذا خذلان. نحن الآن نعمل بشكل فردي، والآن كوننا مؤسسة اسمها مؤسسة صون للحقوق والحريات، نحاول قدر المستطاع أن نعمل من خلال هذه المؤسسة لإيصال صوتنا والإيصال المظلومية للمجتمع الدولي والعالم أيضا. أنا أشكرك أستاذة سونيا. سأختم مع السيد نبيل بس بموضوع أنه بيان طلع عن منظمة مكافحة إتشار بالبشر بيقول على الأمم المتحدة والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي التحرك العاجل والجاد لإجبار ميليشيا الحوثي على الإفراج عن بقية المعتقلات وإغلاق تلك الأوكار، محاكمة القائمين عليها والمسؤولين المتورطين بهذه الجرائم ضد الإنسانية قدام محكمة جنائيات المحكمة الجنائية الدولية وتعويض وإعادة الاعتبار للضحايا. وين وصلتوا بهذا الموضوع؟ هل هناك استجابة؟ وهل تأملون من الجمعية المنعقدة اليوم للأمم المتحدة الأونجا في دورتها 76 أن تحل هذا الملف أو هذه المشاكل كلها؟ طبعا احنا من أول لحظة لكشفنا الانتهاكات الحوثية المتعلقة بالنساء كان لنا تواصل مع المنظمات الدولية الموجودة في اليمن، ومن ضمنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكناهم في صنعاء من الجلوس مع عدد من الضحايا. طبعا ناشدنا مرارا وتكرارا للصليب الأحمر لزيارة السجون المتعلقة بالنساء، ناشدنا المنظمات كلها وأبدينا استعدادنا لتحديد مواقعها وأماكنها، وطلبنا منهم مؤخرا حتى زيارة السجن المركزي الذي يحيل إليه 400 امرأة من ما يسموهم الحرب الناعمة اللي كانت في السجون. لا يوجد تجاوب من المجتمع الدولي بشكل عام. ربما أن هناك التجاوب الوحيد اللي يقع هي التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، سواء عن مركز الخبراء أو الانتهاكات أو وزارة الخارجية الأمريكية. لكن نطلب ونتمنى والناشد المجتمع الدولي أن يفتحوا المجال للناجيات من السجون الحوثيين لإيصال صوتهم للمجتمع الدولي. كان يفترض أن سونيا وأمثالها أن يذهبين إلى جنيف وأن يذهبين للأمم المتحدة وأن يتكلمين عن معاناتهم. تذكرين توكل كرمان يمكن حجزت في صنعاء لم يتجاوز حجزها 8 ساعات في عهد الرئيس علي عبد الله صالح، وحصلت على جائزة نوبل وذهبت إلى العالم كله. وهؤلاء بعضهم تجاوز سجنهم أكثر من 2 سنين وإخفائهم، ولا زال في السجون وصمت كامل للمجتمع الدولي حيال ذلك. نناشد الجميع أن يفتحوا المجال. نحن كشفنا وأصبح المرأة الضحية هي التي قادرة توصل صوتها للعالم. وأطالب المنظمة الجديدة التي مركز صون، مؤسسة صون لحماية الحريات، أن تمكن من مساعدة الضحايا، أن تدعم، أن تتمكن من الوصول للمجتمع الدولي بشكل عام. أنا أشكرك أستاذ نبيل فاضل بهذه المناشدة. أختم هذه الحلقة المخصصة عن انتهاكات الحوثي بما يتعلق بالسجون السرية وممارسة انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالمرأة والأطفال النساء بالخصوص. أنا أشكر أيضا وفاء دعيس، شكرا على شهادتك اللي أدليتي بها لبرنامج The Capital. أيضا شكرا أستاذة سونيا صالح، وأنت ناشطة حقوقية ناجية من سجون حوثي. شكرا لكم جميعا.